وحنهاي وهديقة جسيدة وحنهاي وندى معلنكا وحنهاي وهديقة جسيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومحمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، أما بعد. إن شاء الله تعالى هلك واحد السلام يا دمان أرديدا جلاسكا فون تريغا وان حشكو يا فراد الدولة إلى هذا على كتب دونا أرديا سانو ري وسو سعني عشر كينا وسو جري تشابتر كي عربيكا هاي نحوها باكو جري يا صدحات بوكيني عربيكا درس جيسي أفراد ينو بلابنا إن شاء الله تعالى ويهي دقيسو عن الدرس الرابع وعشر كي أفراد الأسماء الخمسة وأسماء دي شنطة هيد وإعرابها يقاب كلو إعرابيو أسماء دي شنطة ولو يقانا أسماء الخمسة إعراب تيدو قاب كلو إعرابو معنا وحوين صدح لحالة دودو معنا اسمك اللي إعرابو وحال إعراب أسماء دي كبران دون إن شاء الله تعالى الخلاصة هدين سوريس إنه خلاصة ده قدم كوبادو حالي قولي الأسماء الخمسة أسماء ده خمسي وامحي أسماء ده الشمتي وحويان هي أب أبو أخ ولال حم إيه وحويان سيدي أم بسطك فو أف يدو وحويان أي ذو معنى كي وصاحب قاوي ذو بمعنى ذو حوي صاحب بيك من تكري أنت ذو معنى ذو صاحب كي وصاحب كا وي أسماء الخمسة وشنتها وي وأب أخ حم فو ذو شنتاس حرف أيا وحل على أسماء الخمسة قلب كلا بعض وحل قولي على أسماء الخمسة تي أسماء الخمسة ترفع وحل لجوج ذا بالواو وهو بالجوج ذا حالة ترفع مركي تشوجان أسماء ذني وهو يا العرابة وتنصب وحل لجوج كردجا بالالف في الف ايا لغو كردغا حاله نسبه مركي جوغانا الف فا لغو كردغ دونا وتجر وحا لغو هوس دغا لغو جرا او لغو هوس دغا بليا يا حاله تجر مركي جوغانا وحا لغو هوس دغ دونا يا ان شاء الله تعالى امثله قولك دوناي هذا هو قولك صدخات وحا لغو ويشترط وحا لو شرط ديها في اعرابها اعرابته وحا لو شرط ديها بهذه الحروف حروفا أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم شو كل شروط بضم بيلان هاي تجار أهانات هي تجود أهان شروط هذا جود أهان إلا أفر هي على قد يا لكن إن هو دولا إذا ضبوا جنون تناقر يوم بينو دقي ناي وحل جودي شرط كوباد أيهم مهمسن الله شرط يا أسماء وحويان كو إن مضافة هاي حوي إن أي مضافة هاي أسماء ذني هدايمك أب أخ حم أي نقطة وحي نقول دونتا إن شاء الله تعالى وأسماء أي كظاهر دونتا وحويان دمان حركات كي ونبا كظاهر أيام لكن بشرط وإني وضعتها إضافة أو مضافة إني تاهي وحل قولي ويشترط وحل وشرط يا في إعرابها إعراب تيدا بهذه الحروف حروف الإعراب أيو كو أن تكون إني تاهي مضافة مثل إضافي إضافة ذي دون وين يتهي لغير ياء المتكلم أو ياء المتكلم هذه لا إضافة هي يضم أشي كبح سايو تسألهان ياء المتكلم حوين إمك تسألهان أب صومها وحلونا يا أبي أبهي أخ صومها أخي ولالكي حم صومها حمي بين قرصا فنس فو صومين فو بمركا فو بمين قرصا مركا وحوي وإنينا إضافة ذو وين يتهي لغير ياء المتكلم على ياء وين العين مرجع وحي لك لوين لو ضافين كراسك فوك أبوك أخوك حموك فوك ذو مال ذو مال أكلم معنا وحوي وين إضافة معنا وحوي لو إضافة هي اسم قال حروف تندمتود وين مضافين أو معنا إضافة ذو وين يتهي معنا وحوي لغير ياء المتكلم إن العين يا المتكلم دي لو إضافية مرجع وحكنا على إعرابية إن شاء الله تعالى حركة كنا الإعرابية لما إعرابيو صدح هذا الشيء معنى وجود الإعرابية حالة رفعه هي معنى ألفت الإعرابية حالة نصبه هي معنى ياء الإعرابية حالة تجر الإعرابي دوني مايو هذه معنى أي نقطة إضافة ذو يا المتكلم نقطه مرجع الشرط وحاكم إلى تاي مضافة مثل إضافية إضافة ذو نوائين إلى أهين لغير ياء المتكلم وين نهين وركم مركز أصول عايش على
وياي كجدو هادينو أمثلة بلونه عشر كين أمثلة دي هادينو بلونه وياي صدح قيب هذا ينو قيب دون إن شاء الله تعالى أمثلة دي مجموعة ألف هي مجموعة باء هي مجموعة جيم أيارو قيب دون إن شاء الله تعالى أرضيه وياي هادينو سوق هذا نو مجموعة ألف مجموعة كوب هذا ألف كو تسأل كوب هذا حلو جاء أبو سعيد هرسان جاء وحي مدي أبو سعيد بي مدي اسم محوها أسماء الخمسة كمدي أبو ويان إما كم حلو يدافي سعيد بلو يدافي فرق ما كان عرابي نوحا ورينا جاء وفعل ماضي مبني على الفضحة لا محلو لو بالعرب أبو سعيد أبو مركا حوالي أبو مركا حوالي وفاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن ضمة لأنه اسم من أسماء الخمسة أبو ومضاف فضر نساء مركسة لواحد بشرط وين تهي مضافتها إضافة ذين لغير يعلم تكلمين تهي واحد قولي أبو ومضاف سعيد نوا مضاف إليه بضر نساء إن شاء الله سألا الله بلطين بلونه وحال يقول جاء وحي من ذو مال كي حولها وصاحبك كي مالك وصاحبك جاء وفعل ماضي فعل ماضي مبني على الفتحة ذو ومحي وفاعل مرفوع فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة ذو ومضاف مال نوى مضاف إليه مالي نوا مضاف إليه وضرب إن شاء الله. مركا ذو اسمه مركا أسماء من أسماء الخمسة كمديهاي. وياهاي سنة ورسولكني. تسأل أسد حذو على قوري أبوك أبها ضبيب ودكتر ماهر أو حريفة. دكتر إيه الحريفة ويان. رعانا لو أسماء الخمسة يعني أبوك مركا محن نقول سوا أسماء الخمسة. اسم قد وحق ورا مرام حاجة دقي مبتدي أحرنا أبوك ومبتدي مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة نيابة عن الضمة اللي أنا من الأسماء الخمسة أبو ومضاف كلمة محي كلمة أبو ومضاف كافتن ومحي ومضاف إليه وين وياهي دبيب المحي نقول سوا خبره مبتدوي مبتدأ أبوك خبر كيسي وين وأنا مرفوع علامة رفع ضمة دارية على آخرين ماهر نوام حي واصفة بنعت مثل كذو تقانو أيون قدرنا إن شاء الله تعالى ويا قلب كفرات دام بلو نوغ أحلو قولي كان أبوك أباوح وها رجولا نين حازما أو قوان لي كان أبو نغنية أتقرأنا سأمرك وحوي كان وفعل ماضي وي فعل ماضي ناقص وي وحركة ميديا من أفعال المركة نحو كميديا المركة أفعاش النواقص اللي هذا ترفع الاسم وتنصب الخبر أيو كميديا أبوك معنا واسم كان مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة أبوك أبو ومضاف كافتن ومضاف لي رجل النوامحي وخبر كان ويا وأنا منصوب علامة نسبه فتحة دائرة على آخره حازم النوامحي وصفة أما نعت متكالو تقانو ورجل بالغ نس أيا لغسف هيني أما لغا نعتيني بسألة شنات هدين بلونو حلو قولي لعل القادمة قفك قادم كي صوص عضاي أبو محمد وحلو قيا بأينو يا قفك صوص عضاي أبو محمد يعين محمد أبيه لعل واحد كمتها وحروف تمرك حوية تنصب الاسم وترفع الخبر هو إني ولا ليه بكمتها وهي القادمة وما حي واسمه لعلوي القادمة واسم العلا وأنا منصوب علامة نسبة فتحة دائرة على الآخرين أبو محمد أبو وما حي وخبر لعلوي وأنا مرفوع علامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة أبو ومضاف محمد نوى مضاف إليه كقدم مجموعة طباء بين قلنا تسألك وبدوح لقولي ودعنا وحن سقوتني أبا سعيد إنك اللي أدو سعيد أبي بن سقوتني ودعنا وفعل وفاعل ويان أبا ومحي ومفعول به منصوب علامة نسبه الألف فضل نساء أبا ومحي ومفعول به منصوب وعلامة نسبه الألف نيابة على الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة يكمل ذي أبا ومضاف
سعيد نوامحي ومضاف إليه أو أكل قولي شرد وحها اسم هذا إلي وتام حي مضاف مضاف راس الإضافة راس نوا إلي نعين يا المتكلم وين نعين كقولوا تسارها لبعض حل قولي يجل الناس ضدك وحي وينيا أباك أباها أي وينيا يجل وامح وفعل مضارع فعل مضارع مرفوع علامة رفع ضمة ذارة على آخره الناس وفاعل مرفوع علامة رفع ضمة ذارة على آخره أباك معنى قنسة ومفعول به منصوب علامة نسبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمس كبدياي أبا ومضاف كافتن ومضاف لي بدل إن شاء الله قلب بس تحدو حلو قولي لعل أباك الضبيب الماهر وحلق يا أبا أباين ياي نختار حريفة لعل ومحيه رانسا عرون لعل مركب حوي ومن أخواتي وحوي إنوي تنسب الاسم وترفع الخبر أباك مركب ومحي واسم لعل منصوب علامة نسبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة أبا ومضاف كافتر ومضاف إليه ضبيب وخبر لعل ويان وأنا مرفوع علامة رفع ضمة ذات عقري ماهر ومحي ونعت أن بصف ويان قلب كافر ذو حلق ولي إن أباك رجل شريف أباها وأنين ونهكسن أو شرف له إن معنا قنسة مرجع وتنسب الاسم وترفع الخبر مركا وحرف التوكيد بنغنى سايوه مركا بحوية وترفع الاسم وتنسب الخبر تنسب الاسم وترفع الخبر أبا ومحي واسم النويان وأنا منصوب علامة نسبي الألف أبا ومضاف كافتر ومضاف لي رجل ومحي رجل وخبر النويان وأنا مركا وحي مرفوع وعلامة رفع ضمة تدارة على آخره رجل ومركا حويا رجل رجل كو شريف وناكسن شريف من حمانه وأنا نعتي وأنا نعت مركا وحي نعت أبا مركا أبا مركا أبا وصف وبدك وتقانو وأنا مرفوع وعلامة رفع ضمة تدارة على آخره وهي كان إذا رحسن طيب حركة مع كان سارا وبيضنا سارا ميسا إن شاء الله تسالة عشان هدوح على قولي يجي يحب الناس وضدك وحي يجعلين أخاك ولالك يجعلين يحب وفعل المضارع الناس وفاعل مرفوع أخاك ومفعول به منصوب علامة نسبه الألف ومنصوب علامة نسبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة أخا ومضاف كافتر ومضاف إليه وأي هاي هدين قدبنا مجموعته جيم مجموعة على جيم هدين قدبنا أو صدحات وحالة جرأة وحالة قلب كوبات رضينا عن أبي سعيد وحرالك النقني أبي سعيد نكلين هذا رضينا وفعل وفاعل ويان عن ومحي وحرف جر أبي ومحي واسم مجرور بعن وعلامة جر بجره الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة أبي ومضاف سعيد ومضاف إليه سأل على بضوح القرية يثيق الناس وضدك وحي كل سويه بأبيك أباها يثيق وفعل مضارع الناس وفاعلك بأبيك الباء وحرف جر أبيك واسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء يذا سويان لأنه نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة أبي ومضاف كافتن ومضاف إليه قلب قصد أحد وحلق رضي الناس وضدك وحير عليك النقضين عن أبيك أباها رضي وفعل ماضي الناس وفاعلك عن وحرف جر أبي واسم مجرور بعن وعلامة جر الياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الخمسة أبي ومضاف كافتن ومضاف إليه قلب كافر هذا حلق يشكر الناس وضدك وحي أمها النقيان لأبي محمد محمد أبيه يشكر وفعل مضارع الناس وفاعل مرفوع لأبي اللام حرف جروي لأبي ومحي اللام حرف جر أبي واسم مجرور باللام وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة أبي ومضاف محمد ومضاف إليه قلب كشنا ذو حلق مررت وحن سوى مري بذي مال مذ حول صاحبة مررت وفعل وفاعل مررت ومحي وفعل وفاعل بذي الباء حرف جروي ذينا واسم مجرور بالباء وعلامة جر الياء يا ماركس نيابة على الكسر لأنه من الأسماء الخمسة ذي ومركب ومضاف مال ومضاف إليه إن شاء الله تعالى قاب كاسة بعلامة دونتا ويا إمكي هاتنا بلو أنو إغنو نماذج للإعراب تساليالكو سابسا إعرابتها ويا هي تساليالكو سابسا إعرابتها أين أسلقنا إن شاء الله تعالى ويا هي تساليالكو بذو حلقوني ونماذج للإعراب تساليالكو سابسا إعرابتها
وعلى قول حضر أبو حضر أخو علي علي ولالكي أيي مدي حرنا حضر وفعل ماضي مبني على الفضحة أخو ومعي وفاعل مرفوع بالواو مرفوع وعلامة رفعه بالواو لأنه من الأسماء الخمسة وكم ذي معي أسماء عشان تايو كم ذي وهو مضاف علينا ومضاف علي ومضاف إليه وأنا مجرور بالكسرة ويان ومر والبم مضاف إليه مجرور بنقضى إن شاء الله سأل الله بذوح لقولي أصبح روح نقضي محمد محمد دا يسار مد حنتي وصاحي له روح ولا لي أياه نقضي أصبح وفعل ماضي ناقص ويه فعل ماضي ناقص مبني على الفتحة من قبتها شغلة قبتنا معي وترفع الاسم وتنصب الخبر اسمي قوي قدا خبر كان ويكر بكتها محمد واسمه أصبح وأنا مرفوع بالضمة الظاهرة هي الرفعية دانا ومحي وخبر أصبح وأنا منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة وحكم ذي أسماء هذا شنتا وهو مضاف يساري نوا محي ومضاف إليه وأنا مجرور بالكسرة والوجري وي وي هاتين وانت كيف قدمنا نماذج الإعراب تسالي عشر معنى إعراب تكون سابسا إمي كي هاتا واحد مقدا قالنا عشر كان تدريب كيسا ويا تدريبات وحالا قولي تدريبات وحالا قولي أولا مركا كوبال أي واحد ما قعودا في الجمل الاتية جملوين قصوا صعدا من الأسماء الخمسة أسماء هذا شانتا مرفوعا إساقو قدن أو مصوبا أم بيساقو كرنغا أو مجرورا أم بيساقو كرنغا وبين ولبي واحد عديسا علامة الإعراب تحدي في كل منها متكستا أو معناه وحوين جملوين قصوا صعدا كمدا كو وحالا قولي قدم كوبات ذو المال محسود كم حولها وصاحب كلي ومدل حسته معنا قفك حولها لي ومدل حسته وحولها لك حستي وي مركا وحالا قارنا بهالك إن تكسو سارتو أسماء اسم من أسماء الخمسة مقع أسماء الخمسة كميدا أو إيا حالة دو جوغا ما حالة رفو جوغا بس حالة نسبو جوغا بس حالة جنبو جوغا سألا لبادو حالا قولي لا تضع هدين أصبعك فرت هذا في فيك أفك هذا هدين كأنت هذا فرت هذا هجلين أفك هذا أيال وقولي بركة شاء الله تعالى وحكا الربا هل كائنات كسو صارتو اسم من أسماء الخمسة هي حالة دوجوه صلاة ستعادوا على قولي عدم واحد وينيسا حما أخيك ولالك صدقي كما سيدي تعدم أدو وينيسا أخاك ولالك شهد ولالك وينيسا صدقا ولالك أنا وينيبا وقولي بركة هل كائنات كسو صارتا إن شاء الله تعالى اسم من أسماء الخمسة دو مدي أي أدو لبي هيبا كسو صار حالة دو جوغانا كسو صار إن شاء الله تسالها أفراد وحالة قولي أبوك ولا الأخو وحالة أبوك أبها ذو جاه ومد جاه صاحب جاه وحالة وقفك الله شرفة يعني معنى الويني شرفت لإدتك أكتود الشرف كله ذو جاه ومد جاه صاحب جاه سو عديم وين بركة إن شاء الله اسمه من أسماء الخمسة يوحى لقارنا وإن شاء الله يحالة دو جوغو سألا شانا ذو حالة قولي احترم أخاك ولا لك احترام احترم واحد احترامتها أخاك الأكبر ولا لك قويب احترام تسألها لحانه حالة قولي اعدف واحد أن حريصتها على أخيك الأصغر ولا لك أغير كاير أن حريصه تسألها تدبادو حالة قولي ضع واحد لكتا يديك لبدا ذا قعمود على فيك ضع يديك كعنت هذا واحد لكتا على فيك أفكارا عند التثاوب مركا الهام أمسنسو مركا الهام أمسنسو كعنت هذا أفكا سار أو أفكا حكا لقادر شيء داكو تولكا يستاقوك هو قص لي هديك الموت مركا وحوي كعنت هذا ساري سار قولك سيدي إذا الواحد يقول اقسل واحد ما يدافاك أفكارا بعد كل الدعام المركا صوت عنتو عنتو أفكا يسكميد مركا إن شاء الله لما واحد كسو ساري دونتا جملوي كنا صورنا أفني اسمي أسماء الخمسة كمدا هي حالة وجوه وياي ثانيا قلب كلام هذا حلو قولي اعرب الجمل الآتية جملوين كصوص هذا عراو ثانيا اعرب الجمل الآتية جملوين كصوص هذا عراو كو واحد قولي أبو فريد نكلي لاي رجل وان فاضل أو فضل بدن أبو فريد نكلي لاي وان مجهي رجل وان فاضل أو فضل بدن سأل الله هذا حلو قولي ليت أخاك صالح مقبل الله وي أو وي
أخاك ولالكاء ميو أهالو صالح المد وناكسنو مقبل معنا وحو الخير كي وناك قابلة ميو أهالو مركا شاء الله تعالى لما نجبل ضد وحكاربا إن أتصوع روضة وهي وهي هاي أرضيه إن شاء الله تعالى إمي كي هاتنا وحينو بلابي دونا درسي شراب الدرس الخامس الدرسي أفراد كي كحيقية شراب الدرس الخامس أي بلابينا إن شاء الله درسي شراب وحكال ليا الفعل اللازم والفعل المتعدي فعلك اللازمك هي فعلك المتعدي فعلك اللازمك وحلا قولا فعلك أن قد بين وحلا عربي معنا مقع كنا نقوله وحلا قاصر نوالنا الفعل القاصر نوالنا وفعلك أن قد بين إيه أقد بين مفعول به كلي وحكو كوبي هاي فعل يفاعل بكو كوبي هاي فعلك فالكي يعدي سويسي كلي وكو كوبي هاي او ادي فرق وكدول دعاي وما قد بايو مركا واحد لنا فعل كاس لازم بلنا عبا قاصر متكا مركا متكا سلبضا متكا تكون مركا عوضبا والفعل المتعدي فعل كقد با وكمعنا مفعول بيك قاتوا ان شاء الله تعالى يساقنا واي هدينو ايقنا خلاصة عشر كينا الخلاصة وحالا قولي كو الفعل وفعلكو ينقسم وحو قيب سما إلى قسمين لو قيبوت ألف الفعل اللازم فعلك لازمك إيه أن قد بين واك فعلك لازمك هو الذي واك لا يتعدى أن قد بين هو الذي واك لا يتعدى أن قد بين عمله شقديس إلى المفعول به أين قد بين مفعول به شقديس أن قد بين مفعول به وحل لهذا معنا ما حكري قلت هاي لا ينسب مفعول به مفعول به ما نصبيه ما كرنيه ما بقى تبدي مفعول به كليه وحكوكوبي هاي فعل يفاعل كليه وحكوكوبي مركا وما قد به مفعول به أو ترجل لا صدحات وما قد به لبلا قضب وحكوكوبي هاي وهاي هاي با المفعول المتعدي مفعول كقدباء هو الذي واكا يتعدى قدباء عمله شقريس ويقربته إلى المفعول به بيقربته أو قاطع حكاً لك أنت هاي قوسك أنت لقوقري ينصب وحو كرنقا المفعول به مفعول به أيو كرنقا وي مفعول به وكرنقا يو وقاطع روات في أنتها في الأيام فعلك لازمك وفعلك كليك كوباً فعل يفاعل أو المفعول به أنا وقد بن ما قاطع فعلك متعدق نوحو وفعلك وقدب مفعول به قاطع فعل يفاعل يمفعول بقاطع نيوي وايا كيف كدو بل أمسلة عريق نشال أمسلة تكفهمي دون طاية وايا وعلى قولي الأمسلة تصالي عشا عشركة لما ينقي بلنا يوم مجموعة ألف هي مجموعة باء وكو يو معنى واحد هي اتنين وعلى قولي تصالي كوبات تفتح الزهر تفتح الزهر أبح وفرمايا تفتح وفعل مضارع وين الزهر هو فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة دائرة على آخره مركا مركتا وحي مفعول موقع هذا أبح وفرما أنا يساقى إسكي أوتوماتيك إسكو فرام عندنا ما فرطو مركا أبح وفرمايا مركا نقول هذا مركا وفعل يفعل ماشي كويس هذا مركا وحوي مش معانك وبدوها متعد مركا ولا لازم كيوي أما قاصر كيوي تسأل على بدوها لقولي ثار الغبار باركي أياك عي باركي أياك عي ثار وفعل ماضي الغبار وفاعل مرفوع وين بس تسأل على سدح هذا لقولي فاض النهر وبيجي أيا صعضي هو معنا دراري وين فاض وفعل ماضي النهر وفاعل مرفوع وين تصالا فرادو حلقولي هبة الريح دبيشي أيا دبتي دبيشي أيا صوك عليوي هبة وفعل ماضي تأذو نوع علامة التهنيس الريح لوامحي وفاعلك فاعل مرفوع ويان واي هدينو هلقا كغني مهدو مجموعة دكو بادو مجموعة دو لبادا بلاو نو مجموعة دو با كو وحلقولي واق مركا واقيبتي وعنا يسوح وين فعلك مركا متعدقة ويقود بها يسو وحلقولي كو سألكوا بدو حلقولي دو الخادم الثوبة نكي شقالها وحو اللعبي مرضيب اللعبي وي اللعبي طوى وعلى بتان دو وفعل ماضي
الخادم هو فاعل مرفوع الثوب روامحي ومفعول به منصوب يا الثوب مفعول به منصوب علامة النسبية سنوة فتحة دائرة على آخره سألاء لما ذوحل قولي أكان الثعلب دجاجة أكل وحو عني الثعلب ديقي دجاجة دقاقة عني أكل وفعل ماضي الثعلب نوى فاعل مرفوع دجاجة ومفعول به منصوب علامة النسبية فتحة دائرة على آخره تسألها صدحات وحل قولي بل المطر الروبك وحو قوي الأرض دلك أيو قوي بل وفعل ماضي وين المطر نوى فاعل مرفوع وين الأرض نوى مفعول به منصوب وين تسألها فرادو حل قولي أحرقت النار نارتي وحي قبتي المنازل قريه أحرق وفعل ماضي وين التاء تأذن وعلامة تأنيس وين النار نوى فاعل مرفوع ولم ترفع ضمة دارت على آخره المنازل نوى مفعول به منصوب وعلامة نسبه فتحة دارت على آخره وي بيل الحقاك يقدوبنا يذنا إن شاء الله تعالى مسلذنا إمك يا هاتن أي نسوق هذا إن شاء الله تعالى النماد الجليل العرب تصار يالكو سابسا إعرابتها لبدا قيب هذا فعل كو قيب سببا لذو البحبت بينو كعرابتون إن شاء الله إنه قصو عرونا بيها مسلذي بيها تسألكو بذوح لقوريكو قلبه دردت الذبابة دردت وحان إريي الذبابة الدخسيجي أيان إريي دردت ومحن فعل وفاعل ويان الذبابة ومحن ومفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة ويان قلبك اللبات وحل قولي ثار الغبار بوركي أياك عين ثار ومحن وفعل الماضي مبني على الفتحة الغبار ومحن وفاعل مرفوع بالضمة الظاهرة الضمة معنى ظاهرة أياك مغطيات ثار الغبار بوركي أياك عين وايد والله إنه هلك كي يقولنا وحويان بل إمك يا هاتنين وقالوا تدريباتك عشركا تدريباتك عشركا وهي هاي التدريبات واحد يقولوا يقولوا كوبات أولا مركة كوبات ميز واحد كان الصعداء فيما يأتي واحد صعداء الفعل اللازم من الفعل المتعدي فعل كاللازم كاي الفعل كمتعدي كا كان الصعداء يقولوا كان الصعداء أمثلة صعداء ثم ضع واحد دكتا المفعول به مفعول به دك المناسب وكوها بون لكل فعل متعد فعل كستقوم متعدي هو قدباء هو قاتم مفعول به مفعول به مناسب رسي وضبط بالشكل الشكل يجي سنة معناه حوية اسكا كوبا حركة معناه يقول لي وحوة دمانا حوشر دمانا حركة وهي لكن معناه تلاكو بدو حالة قولي اشترى حالي مركب واحد كان ساري دونتا فعل لذا هلك كويا لان كيس اللازم كا هي كيس متعدي قوات كرسار دوتا كقادنا هي مفعول به كا هي كأن قادنين وهي سألكم بذو حلو اشترى علي علي وحا وسوئي بسدي هي محوسوئي بسدي مركبات قرن بكرتابا في ليا هدان كاكا غشقية تسارعان اشترى علي علي وحا وسوئي بسدي دجاجة تنبو سوئي بسدي بقرة تنبو سوئي بسدي فاهمتما أن الثوبة مرا يوسف يبصده واحد ودونا يوسف يبصده مرجع بعرف ذا كلمة اشترى فعل كاشترى واحد وقاتل الريدي إنه يهي فعل متعدية أو قادر يه مفعوله وحويانا محل رأسه مفعول قادر إنه يهي بعد قرتي من أنا دي شو برده واحد كوكا لجرن دون تها إك مرجع فعل كم معنى يصور فعلنا وحوين كم معنى وحوين لازم كنا هالكاس معنى ك هي معنى وحبك وحبك مصير ربو وهالكاس كوك كوب مياه وكوك جوكسنيا كنا وحوكاس ربا شكل إلا معنى وحلقوس يضرب ربايو دو بهي مفعول بو بهي ككنا وحوك كافتوا مياه مفعول كيو وركي سوال كاس كوس كوب مياه مركبات كلفا بيدوها وسأل على بعض واحد يقولي اجتمع العلماء علماء دي كل من اجتمع العلماء علماء دي وي كل من سلاسة حدو على قولي نما الزرع وحوي زرع وحوي وهارور كي بس معنا وحوي زرع ومعنا وحي لبيريني وي نما أوكري الزرع بيرتي وي كرتي تسالها أفرادو على قولي فاز محمود محمود وقوليستي وهاركزا تسالها شهدو على قولي جن المزارع جرى وحو قوستي المزارع نكي بيرو لها آهي تسالة لحدو حالي قولي
نال الفائز نكي فائز كي يقول يستوحو هجاري هو يلي هيه سالة تدبضو حلو قولي زائر الأسد اللي باحي باعيي تسالة سديد دبضو حلو قولي استأجر التاجر نكي تاجر كها وحا او كرايستي هيه هاركسا مركا من دو حبو سيباهي يأي من نالكا سكوكا كوكا فتومسا او عوى ورك لمسي رادين سبا وهي كقول اينو قالو ان شاء الله تعالى ثانيا قضب كلمات وعلى قولي استعمل وحده استعمالها كل فعل فعل كاستوى من الافعال الاتيه فعلا صوصعها في جمله مفيده جمله مفيده واستعمال ثم بين ديتنا واحد عديسا نوع او نوع وياي من حيث التعدي واللزوم معناه هو النوع ويا حلقه ولا ما فعل متعدي امس هو فعل لازم وين كاسة شيء دون ان شاء الله ويكو تسالكم بدو حلو قولي نبح وعي تسالها نبح الكلب اي جيبا عيي بالصغات نبح الكلب اي جيبا عيي وهي مركاية مكتار عمو نبح الكلب اي جيبا عيي فعل كاسي ما متعدي بام سوى اللازم انا تفهم مكتار بانو مرينة يعني ينفلها يا شاء الله تعالى تسالها لبدو حلو قولي غردة وعذيي سالان شمبر كيبا عذيي وخلق صغات بحث او راديي اذا المركة اذا او دبي دال او ديراني استراح او راحيستي خرج او بحي برا او ديسي احمر او عسادي مركة شاء الله تعالى كواك لاذا كشقي الدولة ثانيا قضب كلا بادوح لقولي اعرب واحد اعرابتها الجمل الاتية جملوي قصص على جملوي كبادوح لقولي يحب الله المحسنين الهي وحوش عليا عددك محسنين تا ايه صبفنا يا شاية معنى هناك سبيه وحوش عليا تصالى لبعد قدمنا وحان ومعنى الصهور مرنا عن بسينا للضيف مرتقي قفكي مرتدها وحان سيني فاكهة خضار بان سيني تصالى ستحدو على قولي استطت وحان اغار صدي استطت وحان اغار صدي سمكتين لبك اللون ايان صو اغار صدي وي وهي هي ان شاء الله تعالى اردي قيب تاسنا وطوعنا بدوتان اد يا اد بان ادين سلامة يا ان شاء الله تعالى عشر كينا قبا قبدي سي اينو قارني هل كاسو عشر كينا يكسو قبا قبودي ان شاء الله تعالى وحويان وبوكين يكونا مالي وحوي عاد بان ادين سلامة يا ان شاء الله تعالى كفايدي سي وعنين اد كفايدي ستمر جيني يا ان شاء الله تعالى وعشر كا سفيعا وقصو فايدي ستا ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.